مرض أوسكوت شلاتر. يعد مرض أوسكوت شلاتر المعروف أيضا باسم اعتلال العظم والغضروف في الحدبة الزنبوبية سببا شائعا لألم ركبة عند الأطفال والمراهقين الصغار. يتميز بالتهاب في المنطقة الواقعة أسفل الركبة مباشرة، حيث يرتكز وتر الرطفة على عظمة الساق أو الزنبوب. يرتكز وتر الرطفة أو صابونة الركبة بصفيحة النمو في مقدمة عظمة الساق أو الحدبة الزنبوبية. ترتكز عضلات الفخذ مربعة الرؤوس الفخذية بالرطفة عبر وتر مربعة الرؤوس، وعندما تسحب الرطفة فإن الوتر الرطفي ينسحب ويقوم بسحب الزنبوب في منطقة صفيحة النمو ومركز التعظم للحدبة الزنبوبية. ينتج مرض أوسكوت شلاتر عن الإجهاد المتكرر والشد المزمن لمركز التعظم السنوي للحدبة الزنبوبية. يتسبب الشد المزمن في فصل الوتر الرطفي القريب عن الحدبة الزنبوبية، مما يؤدي إلى رفع السمحاق، وعندما تتشكل طبقة عظمية جديدة أثناء الشفاء قد تصبح الحدبة واضحة عبر الجلد بشكل ملحوظ. الإصابة أشيع عند المشاركين في الرياضات التي تتضمن الجري والتوقف وتغيير الاتجاه المفاجئ والقفز ككرة القدم وكرة السلة وغيرها. تسبب هذه الأنشطة ضغطا زائدا على حدبة الزنبوب من خلال انقباض المتكرر للعضلة مربعة الرؤوس. الأعراض: الشكوى الأكثر شيوعا هي ألم الركبة الأمامي الذي يزداد تدريجيا بمرور الوقت. يتفاقم الألم بسبب الضغط المباشر، الجري أو القفز أو القرفصاء أو صعود السلالم أو المشي صعودا ويزول بالراحة. يمكن أن يظهر نتوء قاسي ومؤلم أيضا في مقدمة الركبة أسفل الرطفة. هذا النتوء هو عظم جديد ينمو في المكان الذي يسحب فيه الوتر صفيحة النمو. على الرغم من أن الألم سيختفي، إلا أن النتوء قد يبقى حتى بعد أن يكبر الطفل. في بعض الحالات تظهر الأعراض على كلتا الركبتين، على الرغم من أن أحد الركبتين قد تكون أسوأ من الأخرى. التشخيص: سيسأل الطبيب عن أعراض طفلك وصحته العامة. سيقوم بإجراء فحص سريري شامل للركبة لتحديد سبب الألم. سيشمل ذلك الضغط على حدبة الزنبوب والتي يجب أن تكون مؤلمة. بالإضافة إلى ذلك، قد يطلب الطبيب أيضا من طفلك المشي أو الجري أو القفز أو الركوع لمعرفة ما إذا كانت هذه الحركات تسبب ألما. التصوير الشعاعي ليس ضروريا لتأكيد التشخيص لدى الأطفال ذوي القصة الوصفية، ولكن قد يكون ضروريا لاستبعاد الحالات الأخرى عند المرضى الذين يعانون من شكاوى غير نمطية كالألم في الليل أو الألم المرتبط بالراحة أو الظهور الحاد للألم خاصة بعد رض وغيرها. الإنذار: يحتاج الأطفال والمراهقون المصابون وأولياء أمورهم إلى شرح وتوضيح المدة النموذجية للمرض ومضاعفاته. مرض أوسكوت شلاتر عادة ما يكون حالة حميدة ومحدودة ذاتيا. على الرغم من أن مجموعة كبيرة من المرضى قد يعانون من ألم طويل الأمد قد يؤثر على النشاط الرياضي ونوعية الحياة، إلا أن الأعراض تختفي بشكل عام بمجرد انغلاق صفيحة النمو. المضاعفات: قد تشمل المضاعفات والعقابيل لمرض أوسكوت شلاتر بروزا دائما للحدبة الزنبوبية وألما مزمنا فيها. يعد الجينو ريكرفاتوم أو تشوه فرط بسط الركبة من المضاعفات النادرة والخطيرة للمرض بسبب الانغلاق المبكر للجزء الأمامي من صفيحة النمو. العلاج: المسكنات أو مضادات الالتهاب اللاستيرويدية NSAIDs لمدة محدودة حسب الحاجة. يفيد ارتداء الأربطة الواقية فوق حدبة الزنبوب في حماية الحدبة المؤلمة من الصدمات المباشرة. خلال فترة تفاقم الأعراض قد يكون وضع الثلج على المنطقة المصابة مفيدا في تقليل الألم والتورم. يجب وضع الثلج لمدة 20 إلى 30 دقيقة على الأقل مرتين يوميا. لا تضع الثلج مباشرة على الجلد. بمجرد السيطرة على الألم بشكل مناسب، يجب أن يشارك الرياضيون المصابون بمرض أوسكوت شلاتر في برنامج إعادة تأهيل يتضمن تقوية عضلات الفخذ. التجنب الكامل للنشاط الرياضي ليس ضروريا وغير موصى به. أوسكوت شلاتر هي أحد الحالات التي يسمح فيها باللعب مع وجود الألم دون التأثير سلبا على الركبة، بشرط تحمل الألم وزواله في غضون 24 ساعة. المرضى الذين يعانون من ألم مستمر يغير قدرتهم على المشاركة في الرياضة لأكثر من 3 أشهر قد يستفيدون من حقن سكر الدكستروز المفرط. 3 حقن شهرية من الدكستروز 12.5% واللدوكاين 1% تعطي تحسن كبير في ألم الركبة المستعصية لدى الرياضيين المراهقين. لا ينصح عموما بحقن الكورتيزون بسبب تقارير عن حدوث مضاعفات تتعلق بشكل رئيسي بالضمور تحت الجلد. التثبيت بالجبس لمدة 6 أسابيع يستطب للأعراض الشديدة التي لا تستجيب للعلاجات المحافظة السابقة.
العلاج الجراحي يخصص للمرضى الذين لا يستجيبون لتدابير المحافظة، ويتم إجراؤه عموما بعد انغلاق صفيحة نمو الذنبوب القريبة. تقوم الجراحة بإزالة شظايا العظام التي تسبب تهيج الوتر الرطفي حتى تتمكن الركبة من العمل بشكل كامل دون الشعور بالألم. الجراحة ليست إجراء تجميليا، لذا إذا كان لديك بروز على ركبتك من قبل فلن يختفي بالضرورة بعد الجراحة. بعد الجراحة على المرضى أن يعلموا أن عليهم البقاء في جبيرة لمدة 4 أسابيع، وسيتعين عليهم استخدام عكازات. بعد نزع الجبيرة يجب القيام بتمارين التمطيط وتمارين إعادة التأهيل يوميا لمساعدة الركبة في استعادة قوتها ومجال حركتها. مع برنامج إعادة التأهيل والجراحة مناسبين، يمكن للمريض أن يتوقع أن يعمل بشكل كامل وبدون ألم في غضون أشهر.